السلام عليكم. كاملين كطيبوا في الدار واغلبيه منكم كيستعملوا البوطه ديال الغاز. علاش؟ حيت هي الوسيله الاقتصاديه اللي كاينه. اذا شنو كتحتاجوا؟ بوطه ديال الغاز، تويو ديال الغاز، بلاك ديال الطياب، وطوندور. اليوم بغينا نقدموا لكم طوندور جديد ديال اي جي تي، سهل في التركاب بحال الطوندور العادي. وما تنساوش ديما خصكم تاكدوا انه مزير من جهه الروبيني ومن جهه التويو. حتى لهنا كل شيء عادي، ولكن هادي تقولوا لي شنو اللي كيدير الفرق مع الطوندور اللي عندنا. اللي كيدير الفرق هو ان الطوندور ديال اي جي تي فيه المانومتر اللي كيوريكم المستوى ديال الغاز في البوطه ديالكم، وماشي غير هاد الشيء، فيه حتى جهه سلامه اللي كيمكن من قطع الغاز في الحالات الفويت ديال الغاز. شوفوا معايا شنو غادي يوقع دابا. في هذه اللحظه فاش غادي تشعل البريكه، كو كان طوندور العادي كان غادي يخرج الغاز وتقدر تسبب الله يحفظ في شي كارثه كبيره، ولكن طوندور ديال اي جي تي فيه سيكوريتي اللي كتحبس الغاز في حاله الا كانت شي فويت. اوكي نعاودو، طوندور ديال اي جي تي فيه الكرو بجوان ديالو اللي كيركب في الروبيني ديال البوطه، فيه البلاصه اللي كيركب فيها التويو، فيه المانومتر، واخيرا فيه الريغولاتور اللي فيه سيستم سيكوريتي. واحد البوطون اللي غادي تعرفوا معايا دابا لاش كيصلح. هاد اللقطه اللي شفتو دابا فكراشكم في راسكم ياك؟ هاد العمليه ما خاصكمش تبقاو ديروها، ومع الطوندور ديال اي جي تي ما هاديش تحتاجو ديروها مازال. الا سديتو البوطه وورقتو على ديك البوطون اللي لتحت، الا كان شي فويت هادي